بسم الله الرحمن الرحيم مع حضراتكم دكتور محمود هدهود استاذ جراحه العظام والعمود الفقري بكليه الطب بشكر حضراتكم على مشاهده القناه ومشاهده الفيديو يا ريت اللي ما اشتركش قبل كده في القناه يشترك فيها يعمل مشاركه للفيديو عشان يوصل للناس ممكن تكون محتاجه المعلومات الموجوده يا ريت في اقتراحات لمواضيع جديده ممكن نقترحها ولو في اي تعليقات او كومنتات ويا ريت ما تنساش الضغط على زر التنبيهات عشان يوصلنا ما هو جديد ونبدا مع بعض النهارده ان شاء الله عايزين نتكلم على الفراكشر فيمر من الكسور المهمه واللي فيها كتير كونتروفيرسي وفيها تفاصيل كتيره جدا. فيمر كونكت مع الهيد بمسافه حوالي 3.7 بتعمل زاويه مع الشافت حوالي 130 درجه تزيد او تنقص 7 درجات وبتبقى استرينتند بالكالكر فيمورال اللي هو موجود على الكونكافيتي اوف ذا نيك. Of femoral neck fracture, subcapital, transcervical, basi cervical. The capsular arterial ring is تكون posteriorly by large branch من medial circumferens artery وanteriorly by branch من lateral circumferens femoral artery. من الarterial ring retinacular أو ascending cervical branches على the surface of the femoral neck anterior, posteriorly, medially and laterally. Lateral vessels هي most important ليه؟ لأن proximity للسيرفيس أو الفيمورال نيك بيخليهم vulnerable to injury مع أي فيمورال نيك فراكشر. لما توصل ascending cervical vessels بتكون قريب من articular margin رينج تانية subsynovial intra-articular articular ring. Ascending cervical vessels لما بتوصل لحد الarticular surface بتكون رينج تانية سب سينوبيال ارتيريال رينج. الابيفيزيال ارتريز اللي هي اهم واحده فيهم اللاترال ابيفيزيال ارتيريال رينج. الابيفيزيال ارتريز ميتافيزيال فيزلز وفيزلز من الليجامنتم تيريز. بلاد سبلاي اوف ذا فيمورال نيك من حاجات السنسيتيف في ارتيريال رينج اكسترا كابسولار واسندنج سيرفيكال برانشز والارتري والليجامنتم تيرز وده بيدي مينيمال بلاد سبلاي تو ذا فيمورال نيك. بتوضح الميديال سيركمفركس فيمورال ارتري وكونتريبيوشن للاكسترا كابسولار ارتيريال رينج الاسيدنج سيرفيكال ارتريز في سب سينوفيال انترا كابسولار ارتيريال رينج واللاترال بيفيزيال ارتيريال جروب. Classification of femoral neck fracture type 1 اقل من 30 degree مع الهوريزونتال و type 2 من 30 ل 50 و type 3 اكتر من 50. The classification ده من الكلاسيفيكيشن المهمه بيعتمد على البايوميكانيكال بوينت و according to the angulation of the fracture مع الهوريزونتال. اقل من 30 يبقى ده type 1 اكتر من 50 يبقى تايب 3 من 30 ل 50 اللي هو تايب 2 المتوسط. الهاي جريد او تايب 3 فراكشر من الباول كلاسيفيكيشن وديسبليز فراكشر وده الفراكشر ده بيبقى لايبل فور كومبليكيشن نون يونيان وافاسكولار نيكروزس وبيحتاج تعامل معين في التريتمنت. Classification of femoral neck fracture اللي هو الجاردن كلاسيفيكيشن بيبقى بيزد على degree of displacement. In various types of fracture بتعتمد على نفس الميكانيزم of displacing movement. الديريكشن دوت الدايركشن بتاع الميديال او الكومبريسيف ترابيكولي اللي هي طالعه من الكالكر وارايزنج لفوق الى الويت بيرنج دوم اوف ذا فيمورال هيد بتستعمل عشان انديكيت الديجري اوف روتيشن اوف ذا فراكشر في الاي بي راديوجراف ذات ان الاينمنت مع البروجيكشن في البلفس وبتعمل انجل 160 ل 170 ديجري مع الميديال كورتكس اوف ذا فيمورال شافت مع اورينتد ترابيكولي في اسيتابلم نفس الكلام. Lateral projection, trabecular alignment من الهيد فراجمنت للنيك فراجمنت لازم يكون 180 ديجري. Angulation more antiversion او retroversion ده بيأفكت الالاينمنت اوف ذيس ترابيكولي. الجاردن كلاسيفيكيشن اللي هو جاردن او ستيج 1 انكمبليت فراكشر اوف ذا فيمورال نيك اللي هو امباكتد او ابدكتد. ستيج 2 اللي هي كومبليت بات وداوت ديسبليسمنت. Stage 3 complete fracture with partial displacement.
ستيج 4 كومبليت ويز فول ديسبيسمنت، وبالتالي البروكسيمال فراجمنت تبقى فري ان ذا استابلم، تبقى الترابيكولي بتاعتها والالايند مع الترابيكولي اوف ذا استابلم، بتبقى انكمبليت ديسبيسمنت وتبقى الترابيكولي اوف ذا نت تبقى ديستربد مع الترابيكولي اوف ذا استابلم. ليه؟ لان لسه في سوفت تيشو اتاتشمنت. مجمعة للفور ستيجز اوف جاردن كلاسيفيكيشن، ستيج 1 انكمبليت فراكشر، ستيج 2 كومبليت فراكشر بات نان ديسبليسد، ستيج 3 كومبليت فراكشر بات انكمبليت ديسبليسمنت، ستيج 4 كومبليت ديسبليسمنت. 1 بتبقى الهيد في بوستر ولاترال دايركشن، يبقى في ستيل كونتاكت ما بين التو فراجمنتس. ستيج 3 بتبقى جادجد ب في partial displacement وجاجد بالدايركشن اوف ذا ترابيكولار ستريم في الهيد فراجمنت، لكن التو فراجمنت بيبقوا ان كونتاكت مع بعضهم. لكن في الستيج 4 الفراجمنت يبقى كومبليتلي displaced والترابيكولي اوف ذا فيمورال هيد realigned themselves مع الترابيكولي اوف ذا استابلم. الكلاسيفيكيشن بتقسم الى بي 1 وبي 2 وبي 3، وكل واحده منهم بتتقسم الى بوينت 1 وبوينت 2 وبوينت 3. B1 subcapital with minimal displacement, B2 transcervical و B3 displaced subcapital. Subcapital with minimal displacement الى valgus اكثر من 15 ديجري، valgus اقل من 15 ديجري و non impacted. نقسم ال B2 الى basi cervical و transverse cervical with adduction وفي transcervical with shear. نيجي البي 3 اللي هي displaced subcapital fracture، في displacement with varus and external rotation، واثنين اللي هي vertical tilt، والثالثه with marked displacement. classification المفروض ان احنا نفرق impacted fracture من non displaced fractures. impacted fractures بيبقى عندها inherent stability. ليه؟ لان الكورتكس بيبقى impacted او crushed together، بيبقى الكورتكس of the distal fragment بتبقى embedded inside the soft trabecular bone of the head، وبالتالي ممكن تمشي conservative. اما التانية النون displaced ما بهاش stability وممكن تبقى displaced لو ما تعملهاش fixation. يبقى افضل الحالات الimpacted fractures ان هي تعمل لها fixation، يبقى ممكن تدي 100% union rate. Non-displaced fractures اللي هي stage 2 of garden classification no inherent stability، ولذلك لو ما تعملهمش fixation ممكن يحصل لهم displacement ويدخلوا في avascular necrosis، لكن عموما الريت of avascular necrosis بتاعهم قليل لو تعمل لهم fixation. Fractures 15% منهم ممكن يبقوا displaced لو ما تعمل لهمش fixation by multiple screws. Diagnosis of the fracture femoral neck femur بيعتمد على اولا ميكانيزم اوف انجري، الويت بيرنج، يعني في كتير قوي بيبقى في البدايه بقى امباكتد وكتير بيبقى نون ويت بيرنج، بيبقى كو اكزيستنج ميديكال كونديشن، ممكن يكون العيان اساسا عنده اوستيوبوروزس، بيبقى ليه كاركترستيك فيزيكال ساينز، ممكن يكون فيه شورتنج او اكسترنال روتيشن حسب الديجري والديسبليسمنت، واللي بتشخصها بالبلين اكس راي اي بي وكروس تيبل لاترال. احيانا بنحتاج نعمل سي تي او ام ار اي عشان نشوف لو في اوكالت فراكشرز، والام ار اي بتبين لو في افاسكولار نيكرو. كونديشنز بتهمنا، يعني الايج اوف ذا بيشنت بيهمنا في الديسيجن، الاوبيزيتي بتهمنا، الاوستيوبوروز بتهمنا، دايابيتيك، هايبرتنسيف، اي كو اكزيستنج ميديكال كونديشن ممكن تاثر على الانستيزيا وتاثر على الفولو اب، بريفيس هيستوري اوف دي في تي. مانجمنت نون سيرجيكال، وده نادرا ما بيحدث في حالات الامباكتد او حالات اللي هي نون فيت فور سيرجري، لكن عاده العلاج بيكون سيرجيكال عشان يقلل النون يونيان ريت ويقلل الريت اوف اوستيونكروزس، ومعظم الحاجات ممكن يبقى كانيوليت سكروز او الترناتيف اللي هو دي اتش اس او فيكسد انجل هيب كومبريشن سكرو. حالات ستريس فراكشر ممكن تتعالج برضه كونزرفاتيف. الفيكسيشن بكانيوليت سكروز على هيئه التريانجل، يبقى انفيرتد تريانجل، يعني البيز بتاعته فوق والابكس تحت، ثلاثه كانيوليت سكروز يفضل يكون فيهم واشر. سكرو انتيريور وتو سكرو بيبقوا بوستيريور واثنين في البيز، يعني في واحد انتيريور سوبيريور واحد بوستيريور سوبيريور.
ليز فراكشر فيها كونتروفيرسي ليه؟ لان فيها انكريزد ريت اوف نان يونيون وانكريزد ريت اوف اوستيون كروز، وليها اوبشنز ممكن ما بين انترنال فيكسيشن او هيمي ارثروبلاستي او توتال هيب ارثروبلاستي اكوردنج للايج والفيسيولوجيكال ايج اوف ذا بيشنت. كتير على الميثود اوف فيكسيشن ويتش اوف ويتش از بيتر ويتش تكنيك از بيتر وهكذا. تستدي في الكلينيكال اورثوبيديك اند ريليتد ريسيرش 2019 وبتحاول تقارن ما بين البايوميكانيكال ايفالويشن والانترنال فيكسيشن اوف باول تايب 3 فيمورال نيك فراكشر، وبتقالت ان مفيش ديفيكالت ان هو تو كونكلود ذات اني ميثود از مور ديزايربل بيكوز ذير ار ادفانتجز اند ديس ادفانتج تو ايتش ميثود، لذلك وي شود بي اتنشن تو ذا امبلانت تشويس اند كونسيدر ادكويت ويت بيرنج افكتنج ذا ستيفنس اوف ذا امبلانت. ده بيحاول يفرق ما بين الافيكاسي اوف كانيليت سكرو فيرسس دي اتش اس. مفيش كونكلوسيف ايفيدنس، لكن في بعض المقالات بترجح اكتر ان الدي اتش اس بيبقى مور سترونج ومور توليربل للستريس، لكن مفيش ايفيدنس اكيده على هذا الكلام. قوي في تريتمنت فيمورال نيك فراكشر اللي هو ريدكشن مهم جدا جدا في علاج الفيمورال نيك فراكشر، وبيقلل الكومبليكيشن زي النون يونيون والاوستيونكروز. في الاول نعمل كلوز ريدكشن في ويتمان تكنيك، عباره عن ايه؟ نعمل ابدكشن مع اكستنشن مع اكسترنال روتيشن ونعمل تراكشن في هذا الوضع، وبعد كده نعمل انترنال روتيشن. نكرر الكلام ده مثلا ممكن مرتين ثلاثه ما تكترش، وما يكونش فورسفول مانوفر عشان ما يزودش الافاسكولار نكروزس. لو حصل ريدكشن نعمل له اسسمنت كويس واسسمنت الانجوليشن واسسمنت للالاينمنت. اندر سي ار بعمل اسسمنت ليه النيك فيمر في الاي بي واللاترال، وبنحاول نعمل ريستوريشن للاس شيب او ريفرس الاس شيب انتيرولي بوستيرولي اند سوبيرولي اند انفيرولي. ماتش ديفيشن اوف ذيس او فيلر اوف ريستوريشن اوف ذيس اس ساينز يدل على نون اناتوميك الاينمنت. الاينمنت اندكس اكس راي اوف ذا اي بي اند لاترال اوف ذا انجوليشن اوف ذا فراكشر ان ذا اي بي اند لاترال، وبنشوف الانجوليشن في الاي بي اكتر من 160 او اقل، وفي اللاترال هل هي 180 او اقل. فكل ده بيديني هل الفراكشر ده اناتوميكالي ريديوزد ولا لا، وده مهم قوي في الريزلت بعد كده. الاينمنت اندكس ده مهم قوي عشان نشوف الادكواسي اوف given reduction. في الاي بي فيو بنشوف الانجل ما بين السنترال كومبريسيف ترابيكولي وذين ذا فيمورال هيد والميديال كورتكس اوف ذا فيمر بتتقاس. الاي بي الانجل ديت بتبقى حوالي 160 درجه. اللاترال فيو الميجور ترابيكولي بتبقى في السيم اكسس از ذا اكسس اوف ذا فيمورال نيك اور لاي ات ان انجل اوف 180 ديجري. وجد ان هاي ريت اوف يونيون اند لوور ريت اوف اوستيونكروزس لو الكومبريسيف ترابيكولي اور ذا فيمورال هيد بقت الايند مع الميديال كورتكس في الفيمورال شافت وفي الاي بي، وانجل ما بين 155 و180 في اللاترال فيو. جاردن فاوند ان الاوستيونكروزس تبقى يونيفرسال لما في الاي بي فيو الفراكشر يبقى ريديوسد بالاينمنت اندكس اقل من 150 ديجري او اكتر من 185 ديجري، يبقى ده يدل على في انجولار اند روتيشنال ماليونيان، وده بيزود الانسيدنس اوف افاسكولار نكروزس. الاينمنت انجل في الاكس راي اي بي اند لاترال فيو او فلوسكوبي في الايمج اي بي بتكون الانجوليشن ما بين 160 ل 180، لو اقل من 160 يبقى فيروس، اكتر من 180 يبقى اكسسيف فالجاس. في اللاترال ايمج تكون الانجوليشن من 100 حوالي 180 تزيد او تقل 20 درجه مش اكتر من كده. لو كان الانجوليشن في اكسس اكتر من 20 سواء فوق او تحت يبقى اكسس انتيفيرشن او ريترو فيرشن، وده مال ريدكشن. الاينمنت اندكس انتروبوستيرو اكس راي بتوري الانجل ما بين الميديال ترابيكولار ستريم في الفيمورال هيد والميديال كورتكس اوف ذا فيمورال شافت. الفيو الانجوليشن يكون تقريبا حوالي 180 درجه، ديفيشن مور ذان 20 ديجري and decrease indicate excess antiversion او retroversion، وكتير من الحالات يبقى فيها retroversion بيبقى اعلى. radiographic او fluoroscopic appearance of the anatomical reduced femoral neck بيبقى شالو اس.
most femoral neck fractures require operative treatment. Exceptions ممكن تشمل stress fracture على compression side of the femoral neck أو femoral neck fracture in patient who are non-ambulatory أو comfortable أو too infirm for operative treatment. نيك فراكشر الامبلانت اوف تشويس والاوبريشن لارجلي بيعتمد على البيشنت فيسيولوجيكال ايج. ايج فراكشرز ممكن تبقى تنفع هيمي ارتروبلاستي او توتال هيب ارتروبلاستي. كل ما كان مور اولد يبقى هيمي ارتروبلاستي، لو كان في الميدل ايج يبقى توتال هيب ماتش بيتر. اكتر تفضيل التوتال هيب ارتروبلاستي، لكن بيبقى فيه خوف من الديسلوكيشن بيبقى دينجر. لكن الهيمي ارتروبلاستي لو اتعملت فيه ريلاتيفلي يونجر ايج بيحصل كتير استابولار ايروجن، وممكن بعد كده يحتاج ريفيجن لتوتال هيب بعد كده. ما بين هل احسن كانيوليتد سكروز ولا دي اتش اس؟ ففي ناس بتفضل كانيوليتد وناس بتفضل دي اتش اس، وفي ناس بتعلي ده وناس بتعلي ده. لكن لما يكون في كومينيوشن في اللاترال كورتكس او في سيفير اوستيوبينيا، في الحاله دي بنفضل ان احنا نحط سايد بليت ودي اتش اس وانتي روتيشنال سكرو. ممكن ان احنا نعمل كلوز ريدكشن، لكن كلوز ريدكشن لو ما جابش النتيجه يبقى لازم نعمل اوبن ريدكشن. يبقى ده اهم حاجه، لازم يكون في ساتسفاكتوري ريدكشن اند فيكسيشن. البيشنت بيبقى موجود في السوباين بوزيشن وانفراكشر تيبل، نتاكد ان احنا نقدر ناخد اكس راي اي بي اند لاترال، وبنعمل كلوز ريدكشن وبطريقه لويتمن او اذر ريدكشن تكنيك، بيبقى تراكشن في ابدكشن اند اكسترنال روتيشن، بعد كده نعمل انترنال روتيشن. نستعمل 3 سكروز 6.5 او 7 او 7.3 في انفيرتد تريانجولار configuration. نستعمل الفلوروسكوبي عشان نتاكد من الاول واحد والانفرو سنترال واير، ونعمل سكن انسيجن ونعمل سبليت للفاشيا. في جايد واير لما موجود على الانتيرو فيمورال نيك بيساعد في تحديد الانتي فيرشن، وان انا بركب اللي هو الانفرو سنترال واير الاولاني. ان احنا ما بدأناش اول واير بلو داليسر تروكانتر علشان ما يزودش الانستانس اوف سب تروكانتريك فراكشر. اولاني الانفرو سنترال واير بيتركب، ممكن نستخدم البارل جايد علشان نحط البوسترو سوبيرور والانترو سوبيرور واير. فيرشن جايد بيساعدني في تركيب الانفرو سنترال واير سيركولار سيرفيس. طول المسمار من الجايد واير. سيلف تابنج سكروز هي اللي بتستعمل عاده، لكن sometimes بري دريلنج الاوتر كورتكس بيبقى نيسيسري خصوصا في الدنس بون. يفضل نستعمل ووشر على الاقل واحد. بعض الحالات اللي فيها بوستيرو كومينيوشن بنستعمل فورث سكرو في دايموند كونفيجوريشن. خلي بالنا اثناء تركيب الكانيوليتد سكرو ليه؟ لان لو جايد وايرز كتير او تخريب كتير في السب تروكانتريك اريا ممكن يعمل ويكننج، وممكن يدخل البيشنت في سب تروكانتريك فراكشر، فالحذر الحذر من هذا الموضوع. كتير بتادفايس ان احنا نعمل ووشر مع السكروز عشان نزود الكومبريشن ويقلل الريت اوف نون يونيون. 3 سكروز في انفيرتد تريانجل، وفي حالات اللي فيها بوستيرو كومينيوشن ممكن نركب 4 سكروز ان دايموند كونفيجريشن. لازم نتاكد من الكلوز ريدكشن قبل ما نركب السكروز. ليه؟ لان لو كانش الكلوز ريدكشن اكسبتد يبقى نروح للاوبن ريدكشن، ولو كان في الاولد ايج بنروح للارتروبلاستي. ريدكشن ممكن تعمل خلال واتسون جونز او موديفايد سميث بيترسون ابروتش. فراكشر او ترانس سيرفايكال فيمورال نيك فراكشر تبقى افضل ان هي تبقى سين اند مور ايزلي ريديوسد ثرو موديفايد سميث بيترسون ابروتش، لكن بيحتاج انذر انسيجن فور فيكسيشن. بيبقى ديفيكال ريدكشن خصوصا لو في بوستيرو كومينيوشن، واحيانا يبقى جزء من الكبسول تبقى امبارتد في فراكشر او سوفت تيشو
او شارب ايدج من البون ممكن تمنع ريدكشن. في الحاله ديت لازم نعمل اوبن ريدكشن ولازم نعمل اكيوريت ريدكشن وابسولوت فيكسيشن علشان نحصل على ريزلت كويس. عملش اناتوميكال ريدكشن كويس بيبقى صعب جدا الفيكسيشن وصعب جدا الريزلت تكون كويسه. اوبن ريدكشن نستعمل سميث بيترسون ابروتش. البيشنت بيبقى سوباين بوزيشن على فراكشر تيبل عشان بيبقى السي ار اسهل وافضل. وبنستخدم لومتيدال انسيجن بيبتدي من الانتيرو سيرويل الاك سباين ويبتدي ديستال لمده 10 سنتي. تعمل انسيجن للفاشيا والتنسور فاشيا داتا. ممكن تلاقي الاسينج برانشز من اللاترال سيركمفلكس فيمورال ارتري يتعمل لها كوترايزيشن. ايدنتيفاي اند تاج دايركت هيد اوف ذا ريكتس فيموريس من انتيرو فيرو الاك سباين ونعمل لها ريليس من الكبسول. وبعدين نعمل ريفليكشن للاندايركت هيد اوف ذا ريكتس فيموريس من الكبسول الونج ويز ذا اليو كابسولاريس ماسل لو كانت موجوده. بعد كده نعمل كبسولوتومي على هيئه تي او انفيرتد تي او اتش شيبد ولازم نحترم الفاسكولار اناتومي اوف ذا بروكسيمال فيمر. البوستيرور اكستنشن اوف ذا ترانسفيرس ريب ات ذا بيز اوف ذا فيمورال نيك لازم يبقى افويد عشان تو بريفنت انجري للبلاد سبلاي للفيمورال هيد. نستعمل شانز سكرو او كي واير او ريدكشن كلام عشان يعمل ريدكشن للنيك فراكشر. لما حصلنا على ساتسفاكتوري اند جود ريدكشن بريزورت فور فيكسيشن باي كانوليتد سكرو او دايناميك هيب سكرو. ديسبليس ديفراكشر احتاج اوبن ريدكشن و ريدكشن باي كلامب وفي الاخر اتشيف اناتوميكال ريدكشن. نستخدم اوستيوتوم او الفيتور في الانتيرور اسبكت اوف ذا نيك عشان يعمل ريدكشن للفراكشر. ريدكشن اندر سي ارم جايدنس لاترال ابروتش سميث بيترسون ابروتش فروم ذا انتيرور سوبر الاكس باين ديستالي اكسبوجر اوف ذا ديب فاشيا اند انسيجن اوف ذا ديب فاشيا. Release and reflection of the rectus head and exposure of the capsule. بعد كده incision of the capsule and after that reduction of the fracture. وبعد كده cannulated screws or DHS fixation. Reduction and anatomical reduction, multiple screw fixation in inverted triangle configuration. Well, cannulated screw insertion after anatomical reduction of the fracture. CRM guidance in EP and lateral view is very important during all steps of the operation. Fracture table is good at give a good chance for achieving EP and fracture neck femur على fracture table under fluoroscopy reduction. نبتدي نعمل fixation للfracture incision لحد ما نوصل للبون وبعدين نبتدي نركب جايد واير اندر سي ارم جايدنس في الاي بي اند لاترال فيو. الجايد واير ده يكون انفيريور او سنترال ونتاكد في الاي بي واللاترال فيو بعد اكيد الريدكشن. وبعدين الجايد واير دوت بنقيسه في ميجر ندخله على الجايد نقدر نحدد طول وبعد كده نبتدي نعمل another guide wire with diamond shaped guide another one superior anterior another one superior and posterior. بعض حالات الكوميونيتي ممكن نستعمل اربعة سكروز. المهم الثلاثة واير او الاربعة دول يكونوا parallel وبعد كده نبتدي نعمل دريلينج ونركب سكروز. بنحاول نركب واحد فيهم على الاقل بواشر عشان يعمل لي كومبريشن على الفراكشر سايت وده بيساعد في الهيلينج. نركب واحد بعد واحد ونلاحظ الفراكشر ان هو هيكون كومبريست من كل الجهات ولازم السكروز ديت ما تكونش فيري شورت عشان تعمل كومبريشن على الفراكشر سايت وما تكونش لونج عشان ما تهدد
الارتيكولار سيرفيس او تعمل انفيجن الارتيكولار سيرفيس. التكنيك ده ممكن يتعمل بيركوتينيس او اوبن، والريدكشن ممكن يتعمل كلوز ريدكشن او اوبن ريدكشن. لازم الريدكشن يكون اكوريت. كان ويت سكرو ده اشهر طريقه في الفيكسيشن، بديلها اللي هي الدايناميك ريب سكرو في حالات الفراكشرز اللي هي with high forces و young age، وبنتأكد من أطوال المسامير lateral in good position. About the method of fixation by can rate screw أو dynamic rib screw. Some author advocate dynamic rib screw في حالات ال basal neck fracture أو unstable fractures. التكنيك اوف كانيوليتد سكرو اللي هي سبيشال تكنيك، بعد ما نعمل اناتوميكال ريدكشن في انتي فيرشن جايد، يبقى جايد بيتركب على انتيرو لتو ذا نيك عشان نشوف النيك انتي فيرشن ماشي ازاي، وفي سبيشال دايموند شيبد جايد بيتركب من خلاله سنترال سكرو، بيكون سنترال او انفيريور. وبعدين بعد كده لما يبقى في ساتسفاكتوري ريدكشن بين ساتسفاكتوري بوزيشن اوف ذا جايد واير، بنركب ثلاثه جايدز، وبعدين من خلالهم بعد كده نشيل الجايد، وبعد كده نعمل تابك للنير كورتكس ونركب السكروز على هيئه انفيرتد تريانجل. سكروز فروم 3 تو 4، واللوكيشن ارينجمنت لازم يكون واحد في الكالكر وبعد كده في البريفرال بوزيشن. البوزيشن السكرو في الكالكر بيريزيست الفيروس فورسز and screws in the posterior resist retroversion forces. البيركوتينيس تكنيك بيتعمل بنفس الخطوات ونفس التكنيك، بس في small incision step incision 3 سنتيمتر distal to the greater trochanter، وده بيستخدم في حالات لما يكون فيها local anesthesia او impacted او undisplaced fracture او could be reduced closed. Displaced fractures بتحتاج open reduction وممكن تحتاج manipulation علشان يحصل accurate reduction وgood fixation. اشهر implant for fixation of femoral neck fracture هي cannulated screw او dynamic hip screw. في locked blades دي trial ولسه under trial. نستعمل دي اتش اس، بنحط معاه انتي روتيشنال سكرو، مهم قوي، ولازم نحاول نريستور اللينث اوف ذا نيك. لو حصل شورتنج اوف ذا فيمورال نيك ده بيؤدي الى نيجاتيفلي امباكشن على الفانكشنال اوت كوم. كان شو سيجنيفيكانت بوستيرو كومنيوشن ريدكشن انترا اوبراتيف كومبريشن اند جود فيكسيشن، ممكن يحصل اتشيفمنت لليونيون يوصل لحد 94%. اسمين العملية achievement of union و maintenance of the femoral neck length. بنحاول اول نعمل close reduction، لو ما نفعش ممكن نعمل open reduction، وممكن نعمل نستعمل بول سبايك بوشرز كوب اليفيتور كي واير عشان نحصل على anatomical reduction. نعمل cannulated screws ونعمل compression على fracture site. هنركب دي اتش اس، بنحط جايد واير خصوصا في حالات الهاي ماوث انجل، ونركب عليه الجايد واير، نركب عليه دي اتش اس، ونركب معاه 1 سكرو او احيانا 2 سكروز عشان تمنع الروتيشن. مثال لكانيوليتد سكرو فيكسيشن افتر اوبن ريدكشن اوف فيمورال نيك فراكشر. فراكشر في هاي ديجري باول مع ايبس لاترال شافت فراكشر، واتعمل دي اتش اس مع انتي روتيشنال سكرو. حصل فيلير اوف فيكسيشن لازم نعمل استدي للسبب، هل كان انديكوت ريدكشن، هل بور امبلانت سيلكشن، هل البوزيشن نان يونيون اوستيوكروزس انفكشن، ايه السبب، وبالتالي يكون فيه بلان فور ريفيجن او فور كوركشن. فراكشر واكستندنج انتو ذا جريتر تروكانتر، وده يحتاج بليد فيكسيشن وفي الاخر اتشيف يونيون. فراكشر نيك فيمر واتعملها فيكسيشن بي كانوليتد سكروز، وكان ده البوزيشن بتاعها انترا اوبراتيف، لكن بعد كده حصل سيجنيفيكانت شورتنينج اوف ذا نيك.
تغلب على الفيمورال نيك شورترنج حط دي اتش اس ونغير السكرو بدل ما يكون بارشلي ثريدد بيتحط فولي ثريدد سكرو. Another case deformity after fixation by cannulated screws واحتاجت revision by DHS and the anti-rotational screw والسكرو كان fully threaded عشان يحافظ على النيك لينث. Common complication after femoral neck fracture واكتر حاجة بنخاف منها النون-union والاوستيو-نكروز او الافاسكول-نكروز. في controversy about its effectiveness لكن ممكن تبقى مطلوبة في حالات اليونج بيشنت with stage 1 and 2 of garden classification بيقولوا انها ممكن تقلل the rate of avascular necrosis. Case of fracture neck femur fixed by cannulated screw non united وبعدين احتاجت revision by fixed angle blade and went for union. Fracture neck femur fixed by cannulated screw and went for avascular necrosis and collapse and also arthritis of the hip joint. I think it's candidate for arthroplasty. Displaced fracture neck femur in old age, which was treated by total hip arthroplasty. في نهاية الفيديو بشكر حضراتكم على المشاهدة الكريمة. ياريت ما ننساش مشاركة الفيديو الاشتراك في القناة وفي أي تعليقات واقتراحات لموضوعات جديدة. ونلقاكم دايما في أحسن صحة وأحسن حال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.